وصلت إلى محافظة الجوف اليوم اللجنة الرئاسية برئاسة مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء عوض محمد بن فريد، وذلك بعد يوم دام وقع إثر اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين حوثيين نتج عنها استشهاد 2 من أفراد الأمن وعدد من الجرحى، إضافة إلى مقتل 3 من مسلحي الحوثي وأسر مجموعة أخرى. وفي تصريح له قال رئيس اللجنة لواء الركن عوض محمد فريد أن اللجنة وصلت إلى الجوف لمعالجة الأوضاع المستجدة التي حدثت أخيرا في مدينة الحزم محافظة أو عاصمة المحافظة، موضحا أن اللجنة سترفع في نهاية عملها تقريرا مفصلا عما حدث إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة حالياً.